عن كثير من الأمهات رشا بيستعجلوا لتعليم أطفالهم النطق قبل إتمام المرحلة العمرية المناسبة، وأحياناً بيشعروا بالقلق والخوف إنه ابني تأخر بالنطق أو لا، بيصيروا بيلجأوا لطرق ممكن تكون صحية أو ممكن تكون غير صحيحة. بهون بيكون في توتر من قبل الأهل إنه ليش في أطفال بتحكي قبل أطفال. صحيح. أكيد ليلى، ودائما نحن ضمن مساحاتنا الصباحية وعبر ضيوفنا اللي دائما نستضيفهم أخصائيين تربويين بيحرصوا على نقطة أنه دائما نبتعد على موضوع المقارنة. يعني إذا أنا اليوم ابن جارتي وابني بنفس العمر، مو ضروري أنه اليوم ابني يكون بنفس ابن جارتي بالنطق أو بسلامة الأحرف أو بسلاسة الكلمات. اليوم في فوارق، اليوم في حتى لو كانوا بعمر نفس العمر في فوارق بين كل طفل والتاني. يعني فاليوم دائما نحن بنحرص على هاي النقطة. أكيد في مرحلة عمرية لازم ينتج هذا الطفل، لازم يحكي كلمات ويبلش رحلة الأحرف الأبجدية مثل ما بيقولوا، لنتعرف أكثر على تأخر النطق. إيمت ممكن نحن نقول إنه أنا ابني صار عنده تأخر نطق ولازم شوف اليوم أخصائي؟ أكيد معلومات كثير مهمة حتعرفنا عنها ضيفتنا لليوم، وهي الأخصائية النفسية في النطق التربية الدكتورة ديما نعمان أولا. يسعد صباحك. صباح الخير. أهلا وسهلا. هلا فيكم. كيفك؟ صباحك تمام الحمد لله. بداية دكتورة خلينا نتعرف عن الحرمان البيئي، شو تعريفه وشو هي أسبابه؟ تمام. نحن الحرمان البيئي هو لما بتغيب الظروف عن الطفل، الظروف البيئية اللي بتحفز سواء معرفيا سلوكيا اجتماعيا وبتهيئ له ظروف لحتى هو يتطور على المجالات الاجتماعية والمعرفية والسلوكية. لما بتغيب هاي الظروف عن الطفل، الطفل بصير عنده حرمان بيئي على الرغم من انه هو ممكن يكون غير مترافق مع شيء، مع اعاقة او اي شيء تاني، مثل بيكون الطفل سليم عصبيا وجسديا ونفسيا، ولكن غياب هاي الظروف البيئية هي اللي بتأدي لهذا التأخر عنده. خلينا بس نفسر أكثر بموضوع الحرمان البيئي، نعطي أمثلة. يعني تمام. اليوم يعني مثلا نحن لما بتكون عندنا البيئة غير محفزة، شو يعني غير محفزة؟ يعني ممكن يكون غير محفزة ماديا، هذا يعني الفقر المادي، ولكن ممكن تكون البيئة مثل أب وأم مشغولين مثلا بالعمل كل النهار وما في أي تواصل مع الطفل عم يشبع له حاجاته. نعم. أو ممكن يكون الطفل بيقعد أوقات طويلة على الموبايل أو على التلفزيون أو على الآيباد، فمجرد متلقي وما عم بيصير تفاعل بينه وبين البيئة أو بينه وبين الآخرين. أو ممكن يعني هذا هو اللي عم نشرحه، هو أسبابه للحرمان البيئي. ممكن يكونوا الأهل موجودين بسفر بغربة، بيئة مثلا ما فيها تواصل اجتماعي، ما عندهم أهل، ما عندهم أقرباء. مشاكل عائلية يمكن كان تندرج، يعني مشاكل عائلية إذا ما كان في تواصل مع الطفل. يعني نحن مثلا طفل كل نهار قاعد لحاله أو ما عم نحكي معه، يعني ممكن أحيانا الأهل بيعتبروا أنه الطفل بين عمر سنة وسنتين وثلاثة هو مثل، يعني كتشبيه نقول مثل الدمية، يعني هو ما بيفهم شيء، فأنا ما في داعي له تعا وروح وتعا كل وتعمل، ما بتواصل لأنه هو صغير وما بيفهم. وهذا شيء غير صحيح، لأن إحنا قادرين من عمر يوم نتواصل مع الطفل ونخزن عنده هاي المعرفة. كمان بنلاحظ دكتورة كثير من الأهالي بس الولد صار بالست شهور أو بعمر السنة بتلاقيهم على شاشات الموبايل فورا أو التلفزيون، قديش هذا الشيء ما هو ضار إنه لحتى يلاهو الطفل أو يسكت أو بتكون مشغولة بأشغال تانية؟ أكيد نحن موضوع الشاشات الإلكترونية هو موضوع يعني العصر هلا، اللي نحن عم بيأدي كثير إنه نحن عم يجي عنا أطفال عندهم هالمشاكل، لأنه التفاعل عم بيكون من جهة واحدة والطفل ما عم بس أنت تعطي الطفل أي شاشة. صحيح. فهو يعني ما بيعود بينتبه لأي شيء عم بيصير حواليه، ما بينتبه للأكل اللي عم يأكله، ما بينتبه للعب اللي حواليه، للناس اللي عم تروح وتجي، هو بيكون مثل معزول لحاله، فهذا الشيء بيخليه ما يكتسب هاي الخبرات البيئية. لهيك نحن بنقول إنه نحن ما لازم نعطي الطفل أبدا، وخاصة إنه هو يحمل شاشة موبايل يعني أو تلفزيون قبل السنتين، وبعدها نحن ممكن تكون فترات قصيرة وغير متواصلة وتكون شيء مفيد. هلا نحن بنقول لازم نقول نحن لازم إنه ما نعطي الطفل الموبايل أو التابع إلا لعمر معين، ولكن نحن اليوم ما عم نتقيد بهاي القصة، وبنرجع بنقول بسبب ضغط العمل، بسبب الانشغال، بسبب الظروف اليوم. يعني الأسرة عم تشتغل دوام واثنين وثلاثة كرمال تلحق هذا الوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه. خلينا نركز على موضوع تأخر النطق. إيمت أنا فيني أقول
انه اليوم انا ابني عم بيعاني من تاخر نطق باي عمر، وهل ممكن هاي الفوارق بينه وبين طفل ثاني تحدد لي القصه؟ تمام. هلا نحن بخصوص المقدمه اللي حكينا عنها عن انه هو الطفل، نحن ما لازم نقارنه بالاخرين، هذا شيء صحيح لحد معين. يعني نحن في عنا فروق فرديه بين الاطفال، كل طفل عنده قدره على التطور بطريقه معينه، بس انا كمان لازم راعي المرحله العمريه. يعني انا لما بيكون عندي طفل موصل لعمر السنه ولسه هو ما عنده اي تواصل، فانا هو او ما عنده حتى اي مقاطع صوتيه، فانا لازم انتبه انه الطفل متاخر، وهذا التاخر ممكن يشير لي لشغلات اكبر، مثل انه الطفل مثلا عنده نقص سمع لهيك هو ما عم يتواصل، عنده تاخر عقلي لهيك هو ما عم يتواصل. مشان هيك نحن لازم نراعي المرحله العمريه ونقارن مع الاخرين بطريقه صحيه. يعني اذا طفل جارتي فرضا عمره سنه وبلش يحكي، وابني عمره 8 شهور وما حكى، هذا شيء مقبول نوعا ما، بس انه مثلا طفل جارتي عمره 3 سنين وعم يحكي وطفلي عمره 5 سنين وما عم يحكي، اكيد هون في مشكله. يعني نحن بنراعي المرحله العمريه حسب التقسيم المنهجي لكل مرحله عمريه. طب في اطفال بتتاخر بالنطق بعد السنتين بس ما بيكون عندها اي مشاكل من اللي ذكرتيها حضرتك، شو ممكن يكون السبب؟ تمام. الأساسي ممكن يكون السبب هو الحرمان البيئي. يعني نحن عندنا كثير اسباب للتاخر اللغوي. اذا كان الطفل ما عنده اي اعاقه او اي مشكله وكان نموه سليم بس نحن عندنا هذا الشيء، فنحن ممكن هون نفوت بعده اضطرابات، ممكن تكون اضطرابات نفسيه، ممكن تكون اضطرابات نمائيه وسلوكيه. اذا ما كان عندنا هي الاضطرابات فبيكون الحرمان البيئي هو السبب اللي احيانا بيتم الخلط بينه وبين بعض الاضطرابات. يعني نحن احيانا من ملاحظه المحيط ومن الناس اللي عم تقرا شوي عن عم تتثقف، بيشوفوا الطفل بهذا العمر عم يعمل بعض السلوكيات او ما له عم يتواصل، فبيخبروا الام انه كانه ابنك معه توحد مثلا كمثال. هذا الشيء غير علمي وغير دقيق، لان احنا ما فينا من نظره ان احنا نقول هذا الطفل معه توحد او لا، احنا اكيد نعمل اختبارات كثير لحتى نحن نقدر نشخص. بس نحن لما بنشوف تشابه احيانا الحرمان البيئي يتشابه ببعض اعراضه مع التوحد البسيط، ولكن طبعا في فرق انه التوحد هو اضطراب نمائي موجود داخل الطفل وعصبي، فهو لو نحن غيرنا الظروف البيئيه نحن بنساعده يتاهل صح، بس هو بضل طفل عنده توحد. طفل عنده حرمان بيئي نحن ممكن اذا غيرنا هاي الظروف البيئيه واشتغلنا عليها ممكن نحن نقدر نوصله لعمره، نقدر نوصله لعمره. يعني كثير اطفال بتلاقي انه بيكون عندهم هاي المشاكل، ما يعني طفل الحرمان البيئي مثلا ما بيتواصل بصريا، ممكن ما يرد على اسمه، ممكن ما يكون تطوره اللغوي مناسب لعمره، ممكن ما يطلب بالكلام. فهدول كلها اعراض تتشابه مع اضطرابات اخرى. مثل ما قلتي الاعراض اللي ذكرتيها اخر شيء هي اعراض بتشترك بالتوحد، ولكن قد ايه اليوم صعب على الام وقت خلينا نقول جارتها بتيجي بتقول لها كانه ابنك معه توحد؟ يعني يعني هي لحالها مشكله نفسيه، ما في مختص هو اللي يقرر اذا هذا الطفل عنده توحد او لا. هلا هو خلينا نحكي، بس ذكرتي انه في تشابه بالاعراض، يعني خلينا نحكي عن اليوم خطه العلاج كاخصائيه. اليوم من الحالات اللي عم تجي لعندك على المركز، يعني خبرينا عن الحالات، خبرينا عن طريقه العلاج. اكيد كل حاله ما بتتشابه بعلاجها مع الثاني. اكيد. هلا نحن دائما كل طفل هو شيء مستقل لحاله، يعني كل طفل مختلف عن الاخر، ما فينا نعمل نفس الخطه لكل الاطفال، ولكن في عندنا نحن منهجيات عامه بنمشي عليها مشان نحن نقدر نتبعها مع كل الاطفال مع اختلاف الفروق دي. فنحن لما بيكون عندنا طفل نتاكد انه ما عنده اي مشكله عصبيه او عضويه او نفسيه او ما عنده اي اضطرابات اخرى اي تاخر، نحن عندنا فقط ظروف بيئيه مؤديه لانه هذا الطفل يتاخر سواء بالكلام او بالتطور المعرفي، فهون نحن بقى بنبلش اول شيء اذا كان نحن عندنا طفل عم يقعد بساعات عند على الموبايل او على التاب او على الشاشات، فنحن اول شيء بنعمله انه بنوقف هذا الشيء. نحن بنبلش بقى نحكي اكثر مع الولد. انا دائما بقول للام انه مثلا ام اكيد مجهوله، بيكون عندها اطفال اخرين، بيكون عندها شغل ممكن، انا دائما بقول انه ما تنظري للموضوع على انه مهمه صعبه. يعني نحن كان
نحن وعم نجلي فرضا كأم أنا خلي ابني معي وقل له هي شوكة هي معلقة هي كاسة ممكن خليه يلعب بأغراض المطبخ يعني بدل ما يقعد على الموبايل معلش ينكت لي أنا أغراض المطبخ بدقيقة بينضبوا مثل ما بيقول ينكت لك مو للكل يعني ممكن أنا مثلا عم بشتغل بالغسيل نفس الشيء أنا عم بحكي عبات المنزل أنا إذا كنت مضطرة أن يكون خارج المنزل مثلا بسبب عمل ممكن أنا حط طفلي بروضة بحيث أنه هو يندمج مع أطفال آخرين وأنا أعطيه بعدين الوقت بكفي ساعة باليوم إذا أنا كتير مضغوطة يكون هاي الساعة فعلا ساعة تواصل حقيقية بدون ما أنا ذات نفسي يكون قاعدة على الموبايل يعني أحيانا الطفل كمان لما أهله بيكونوا مشغولين على الموبايل فهو هذا السلوك يعني نحن ما فينا نطلب من طفل ما تقعد على الموبايل إذا نحن كل وقتنا قاعدين على الموبايل هي القصة يعني أكثر من قبل هلا أيمت نحن فينا نحدد أنه هذا الطفل لأي عمر أنه هو فعلا الأهل هون بيحسوا أنه فعلا تأخر بالنطق تمام هلا نحن غالبا طالب يعني حسب وعي كل أهل تمام أحيانا بيجي لعنا أهل بعمر السنة الطفل بيكون يعني بيقولوا لك لسه ما لساته صغير لا بيجوا هنا ملاحظين إنه ابني بحاكي ما بيرد على اسمه بيكون عندهم خبرة شوي هدول أهل أو بعض الثقافة في أهل أحيانا بيتأخروا الأربع سنين ومفكرين إنه هو لسه صغير فكل أهل مختلف ولكن نحن مثل ما قلت لك كل مرحلة لها علامات اللي نحن ممكن نعرف عنها إنه نحن بعمر السنة لازم الطفل يحكي كلمة على الأقل بعمر السنتين لازم يحكي كلمتين بعمر ثلاث سنين لازم يحكي جملة من ثلاث كلمات وبالأربع سنين تقريبا لازم يكتمل الكلام فنحن لما بيكون عنا طفل عمره أربع سنين ولسه ما عم يحكي نحن هون أكيد عنفه كتير متأخر في أطفال ممكن يحكوا قبل السنة؟ قبل السنة صعب ممكن ينتج بعض الكلمات البسيطة مثل بابا ماما أو المقاطع الصوتية مثل بوا مثلا نيني هيك شيء يعني طيب خلينا نحكي عن موضوع الجينات كتير يعني بنسمع بالعائلات بتقلك أنا ابني طالع لأبوه أو ابني طالع لعمه تأخر ما حكى للأربع خمس سنين وبعدين انطلق يعني هلا أنا حكيت بالسنتين ونص وبالهلا ما عاد سكتت من بعدها فلقت معي القصص يعني فدي دور يعني هلا المين اليوم الجينات إلا دور بهاي القصة من العامل الوراثي إحنا بالبداية موضوع الكلام بالذات إذا الطفل بيرجع بيقول لك ما عنده أي مشكلة عضوية أو أي إعاقة نحن كتير صعب نيجي نقول إنه أي أنا هيك كنت ما حكيت للأربع سنين كتير بيجوني أهل أنا أمي قالت لي أنا للأربع سنين ما حكيت فعادي يعني تركي ابنك بيحكي بعدين هذا الشيء غير علمي وغير صحيح لأن هلأ نحن كنا عم إنه كل طفل هو كائن مختلف بذاته يعني موضوع الجينات نحن ممكن ندرسه بشكل علمي عند دكاترة ببعض الأشياء اللي بتنتقل خلال الجينات هلأ في صفات بتنتقل خلال الجينات بس ولكن موضوع التعلم هو موضوع مكتسب فالطفل بيكتسب اللغة من البيئة اللي حواليه يعني نحن عنا الطفل نحن الطفل اللي ما عنده أي مشكلة واللي الأم عطيته والأب الاهتمام الكافي بيحكي لحاله نحن ما بنقعد من له يعني ما بنقعد من علمه الكلام بتلاقي بيلقط أغلب الكلام لحاله أما الطفل اللي بيقطع السنتين بيقطع عمر الاكتساب العفوي وما بيلقط من حدا ما حدا عم يحكي حواليه وما بيلقط كلام هون بقى نحن بنضطر بدنا نعلمه كلمة شو هي لأنه هو قطع عمر الاكتساب العفوي فالموضوع هو أنا بشوفه أكثر هو موضوع إذا الطفل سليم وما عنده أي إعاقة أو أي مشكلة هو موضوع قديه نحن بنعلمه وقديه بنعطيه ما بيتعرض لهذا الحرمان البيئي طيب كنا عم نحكي بخطة العلاج ولكن أحيانا ببعض الحالات بيكون الطفل عنده حالة مرضية يعني بيقولوا لك إذا كان في جيوب قوية أو ناميات قوية ممكن تأثر بموضوع النطق حتى في شيء أنه ممكن نعمل جراحين بس كتير بسيط عند الشفة بيفصلوا فيها لا حضرتك عم تحكي عن الخنف أو الشفة الأرنبية لا أحيانا بصعوبة يعني بالنطق بمخارج الأحرف بيقولك أنا ابني بيحكي بس ما بيطلع معه هدول الأحرف كاملة رحت عند دكتور فطلع عنده مشكلة بالفم يعني تمام بيكون عنده لجام تحت اللسان تمام هلا بخصوص موضوع اللجام دائما كمان هذا الشيء سائد انه احنا اذا طفل عنده لجام فهو بيتاخر بالكلام هذا الشيء كمان غير صحيح لانه اللجام هو بيخلي لسانك ما يطلع لفوق فهو بيأثر على بعض الأصوات مثل اللام والراء فالطفل بيكون قادر يحكي بس ما عم يقدر يطلع هدول الصوتين الأحرف صح يعني من مخارج يعني المخارج بعض الأصوات بتكون غير صحيحة إذا ما عنده أي مشكلة أخرى فقط اللجام فقط
بيكون عنده بعض المخارج غير سليمة. طبعا في عندنا نحن مشاكل فيزيولوجية تتعلق بأعضاء النطق ممكن تأثر على الكلام، مثل نحن بيكون عندنا فتحة بسقف الحلق، ممكن يكون عندنا خنف، ممكن يكون بتأثر على جودة الكلام أو القدرة على التواصل كمان، لأنه وقت يكون الكلام الطفل غير مفهوم أبدا بسبب حالات مثل الخنف ممكن يلاقوا الآخرين صعوبة التواصل معه ويصير في شوية صعوبة اجتماعية. صحيح. حكينا قبل شوية عن الروضة وأهميتها، خلينا نحكي أكثر أهمية الروضات للطفل، قديش بتساعده على النطق بمرحلة مبكرة. تمام. هلا كمان نحن لما بيكون عندنا طفل برجع بقول ما عنده اي مشاكل، هو بحاجه لجلسات فرديه، احيانا احنا ما فينا نحط الطفل دائما بالروضه. اذا هو طفل مثلا لنفرض فرضا نحن عندنا طفل عنده توحد او عنده اعاقه عقليه شديده، انا ما فيني احطه بروضه قبل ما اكون انا متاكده انه هو قادر يندمج وانا ما اخضعته لجلسات فرديه مناسبه لحالته. اما الطفل اللي ما عنده اي مشكله وممكن يندمج مع الاطفال بدون اي مشكله، فاكيد نحن مع انه نحط الطفل بالروضه، تكون طبعا الروضه مراعية لكل الأطفال، فأكيد بالعكس هو رح يتواصل مع أطفال، رح يعمل مهارات أحسن ما يكون قاعد بالبيت أو عم قاعد على الموبايل. يعني مثل ما بأخذ الموبايل للأسف في بعض يعني ما أنه أجينا لموضوع الروضة، في بعض الجلد اللي بيجي على الأمهات العاملات أنه مثلا أنت حاطة أنت من هلأ زادت ابنك بالروضة، مو أفضل ما تحطه عن مربية مثلا أو تمام. ما في أطفال يندمج معها. تمام. يعني أنت من هلأ زادت هو بالعكس رايح يلعب، رايح يتسلى، رايح يتعلم، فبالعكس الروضة كتير منيحة، وهلأ عم بتصير وعي بهذا الموضوع أكثر. فنحن لما بنشوف أنه نحن بالبيئة تبعنا بعدة ساعات مالنا قادرين نقدم للطفل، مشغولين عم نعمل شيء، فأكيد الروضة هي إذا هو ما عنده مشكلة تانية حتكون كتير مناسبة له. كتير مهمة هاي النقطة، وبيقولوا إنه في أشخاص بيقول لك أنا طفلي بس يشوف الناس بيبكي، طفلي ما هو اجتماعي. اليوم الروضة قد ايه عم تسهل هاي القصة وعم تخلي الطفل ينطلق لمجتمع، وخاصة احنا امام اليوم جيل ذكي جدا. يعني خلينا نحكي اليوم عن موضوع التغذية، قد ايش لها تأثير ايجابي بموضوع تأخر النطق؟ بنسمع انه في وسط ممكن تنعطى للطفل او كثير كنا نسمعها هاي من زمان، يعني فما بنعرف اليوم بدك تصححين هاي المعلومة، يعني انه ممكن الطفل قالي يصير ينطق احسن اذا عنده تأخر نطق ببلش يحكي. هلا انا دائما بيجوا لعندي اهل احيانا بيقولوا لي انه بيض الفري بيساعد الطفل، بدي اقول لك علي انا بقول لهم اتركوا عصفور الفري بحاله هو والبيض، لانه الموضوع ابدا غير مرتبط بهي الامور اطلاقا. نحن ممكن يكون الطفل بحاجة لفيتامينات، ولكن ليس لتخليه يحكي هاي الفيتامينات بتحفز تركيزه، ممكن الطفل يكون عنده عوز فيتامينات معادن، نحن نعمل له الفحوصات الطبية، ولكن ليست هي السبب بتأخر النطق. بالإضافة لأنه الطفل مثل ما قلنا يكتسب اللغة من البيئة ومن طريقة نحن تعاملنا معه. حتى موضوع الروضة بقد ما هو إيجابي ما بيصير الأهل يعتمدوا فقط على الروضة، خلص أنا عم ببعت ابني على الروضة فأنا ما في أحكي معه بالبيت أو ما في داعي. يعني نحن مثل ما قلنا لازم نشتغل بشكل متكامل مع الطفل. قد ايه عم يعتمدوا الأمهات حاليا على الروضات؟ يعني كتير بشكل كبير، خصوصا يعني أنه أكثر الأمهات هلأ عاملات. خلينا نحكي دكتورة شو هي أهم الفيتامينات الممكن تنعطى للطفل أنه بتساعده بهي المرحلة؟ لا بصراحة أنا في أنه الدكتور هو اللي يقيم حالة الطفل، ليس الأخصائية، كل الطبيب هو اللي بيعمل تحاليل مناسبة، ولكن مثل ما قلنا إذا الطفل عنده عوز معادن أو فيتامينات ممكن الطبيب يوصف له هي الفيتامينات المناسبة له. ومثل ما قلنا مو هي سبب تأخر النطق، نحن لازم ندرس الحالة من كل جوانب حتى نعرف السبب الحقيقي لتأخر النطق. شكرا دكتورة لحضورك اليوم، وشكرا لكل المعلومات. إن شاء الله هيك يكون كل حدا أو الأمهات استفادوا من المعلومات اللي ذكرتيها، ودائما بنقول الصحة والسلامة لكل أطفالنا. شكرا لك. شكرا كثير لك دكتورة، نورتينا. هلا لوين هلا رح نروح يا رشا؟ نروح على الموجز قبل ما نكفي باقي فقط.